بعد مشرفنا الدكتور مصطفى سامي كبير في اداره الازمات والكوارث بكليه الحاسبات والمعلومات جامعه الفيوم، هيكلمكم عن استخدام التكنولوجيا الحديثه في اداره الازمات او تجنب حدوث الازمات. اهلا وسهلا بكم. اتفضل. الحقيقه ليا الشرف طبعا ان انا موجود في كليه الاثار. شباب كليه الاثار من الكليات الرائده والمتميزه باساتذتها والكادر الاداري بتاعها وطلابها، ومن الكليات العزيزه جدا على قلبي. يعني اول ما دعيت لهذه الفعاليه ما فكرتش على طول، قلت دكتورة حسناء أول ما كلمتني قلت من غير أي تفكير، قلت لها دكتورة أنا بس في مجلس كلية وقتها في مجلس كلية، فبعد ما أخرج من المجلس هنسق مع حضرتك بس معايا. هي أنا عارف إن معظم الحاضرين في الفعاليات بيبقى حاضر مضطر. المذاكرة أزمة وقبل الامتحانات أزمة. والامتحانات أزمة. والخطوبة أزمة. النتيجة أزمة. والجواز بقى أزمتين ثلاثة. فأنت الحياة إذا ما أحسنتش إدارتها، الحياة عموما إذا لم تحسن إدارتها هتتحول إلى سلسلة من الأزمات المتتالية. طيب ده أنا بتكلم النهارده على مصطلح الأزمة، عشان بس إحنا النهارده لما بنتكلم عن مصطلح بشكل كبير جدا في ناس كتير مش هتبقى.